So اسمك الكامل؟ سمحة نسيم ليلى. اوكي، وتاريخ ميلادك؟ 1919. وخلصتي دراسة؟ دراسة 4 سنين بدار معلمين، ليسانس في آداب اللغة العربية. وأي تاريخ تقريبا طلعتي من العراق؟ أنا طلعت بطريق تركيا، ووصلت بإسرائيل 1976. تخلي فد موجز عن حياتك، يعني شلون أقوم مدرستي؟ أنت صرتي معلمة رأسا؟ إيه، أول دورة عينوني بمتوسطة الكرخ للبنات، وطبعا هاي مدرسة حكومية تديرها وزارة المعارف العراقية، وهاي كان أول تعيين في 16/10/43، يعني بنفس سنة التخرج مالي. عينوني بقلت متوسطة الكرخ، بقيت بنفس المدرسة 3 سنين، وعقبة نقلوني البعقوبة. ربحتك؟ اي، ما رحت وما التحقت بالوظيفة مالي، وقدمت استقالتي. تاريخ الاستقالة قول أنه ست سمحة قد تقاهل. لا، هي بالي بس إيه، 23/11/46 تاريخ الاستقالة مالي، وبنفس السنة بأكتوبر تأينت بمتوسطة مدرسة لورا خضوري، يعني الأليونس. هم للبنات يعني؟ من البنات. هم ظليت هنيكي إلى سنة 1951. طلعوا كلهم يعني؟ إيه، طلعوا كلهم عقب التسقيط. لا، كان عند الطائفة بذاك الوقت 16 مدرسة. طبعا هاي كلها فارغت، قاموا جمعوهم كلتهم ببناية وحدي، مؤسسة تعليمية وحدي، سموها مدرسة فرانك عيني، يعني جمعوهم كلهم ببناية مدرسة بناية فرانك عيني هاي بال51. من حمدانيين؟ من حمدانيين. هم ظلت بس بالنتيجة هم انسدت. من بعدين كانت المدرسة البناية كلها تحتوي مدرسة فرانك عيني ومدرسة شماش الإعدادية، اثنين بنفس البناية، بس هي بالحقيقة مؤسسة واحدة تعليمية. الابتدائية كانت تحتوي صف الروضة وصف التمهيدي وست صفوف ابتدائية. المتوسطة، يعني متوسطة فرانك عيني، تحتوي 3 صفوف، الأول والثاني والثالث متوسط، بس الأول والثاني كل واحد منها كانت فرعين، فرع فرنسي، فرع ألف وفرع باء. فرع باء كان الفرق بيناتهم، كان فرع باء يدرسون اللغة الفرنسية بالإضافة إلى المنهج اللي يأخذونه فرع ألف. أما ثانوي إعدادية شماش فكانت تحتوي صفين إلى سنة 69/70. ضافت وزارة المعارف صف آخر، صارت صف سادس إعدادي، صارت 3 صفوف مدرسة شماش. بس كل صف من هذه الصفوف كان فرعين، فرع علمي وفرع تجاري. زين، هذا من زيد الصف سادس، المنهج
غيرتمو كبليتلي يعني لا غير هم يضافوا هم يضافوا غير منهج حكومي كنا نتبع طبعا اي فهم عينوا اش ندرس بالسادس بذاك الوقت إيه؟ هي سنة 69 ساعة تاعي اي 69 70 بذاك الوقت كنا بالرابع ناخذ الجي سي اي او ليفل ظلت بالرابع هاي ساعة وصل بي التالي كل هاي وطبعا لما ساعت مؤسسة وحدي نرجع على قضية عقب التسقيط بطبيعة الحال أنا غير كنت هم مدرسة مدرسة عيل الطائفة بطبيعة الحال صرت أنا وحدي من هيئة التدريس بفرانك عيني وشماش بالأول كنت بس أدرس بس بسنة 56 صار قسم أدرس بس ساعات من التدريس أقل ومعاونة من بعدين سنة 59 صرت معاونة يعني قمت ما أدرس بسنة 1963 صرت بصورة رسمية عينت مديرة لإعدادية شماش بسنة 1971 صرت وكيلة مدير مدرسة فرانك عيني لأن أستاذ إسحاق سافر فصرت وكيلة مدير متوسطة فرانك عيني بالإضافة إلى إدارة إعدادية شماش الزين وهاي بقينا إلى أن أغلقت المدرسة في 16 أمر الإغلاق جاء في 16 أكتوبر يعني شهر إيشا 1973 يعني من الغريب أول تعييني 16/10/43 وانسدت المدرسة هاي المدارس اللي اشتغل بيها 16/10/73 30 سنة بالضبط اي بس انتهت خدماتي ب6/11/73 بالإضافة إلى هذا المدارس درست بها اللي ذكرتوها الساعة يعني متوسطة الكرخ للبنات ومدرسة متوسطة لورا للبنات وفرانك عيني وشماش ألقيت محاضرات بثلاث مدارس هاي المدارس ثانوية جمعية المعلمين المسائي هاي كانت من 46 إلى 48 محاضرات هاي مدرسة مسائي ومدرسة الراهبات من تشرين الأول 47 إلى أيار 48 وبإعدادية بالإعدادية الأهلية للبنات هاي الرجعي للطائفة الأخيري هم من كانون الأول 50 إلى أيار 51 زين بقى المدارس ما انسدت صار وقت الرحيل لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه زين ايش اسوي صار حرب الكفور وغدوا منعوا اليهود من الخروج من العراق زين ايش اسوي قلت احسن شيء احيل نفسي على التقاعد
وهاي طولت تقريبا سنة لما صدر الأمر. بقى هذا شن القد أقوله أنا، كل المسمخين موجودة عندي، مال التعيينات مال كل معك كل عندي. أنا جبتو التيك مالي جبتونه وياي. الزين تقريبا قلت سنة طولت المعاملة لما كملت هوني القرار مالهم قد أدوه. وصدر قرار، صدر قرار مجلس صندوق تقاعد معلمي المدارس الأهلية بجلسته المرقمة 82 في 31/8/74 تخصيص راتب تقاعدي قدره 105 جنيه. زين بس أكو شرط على أن لا يصرف إلا بعد تسديد كافة التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمتي عن الخدمة والبالغة 1062 دينار. لازم أتفعلم لما يطلعني الراتب مالي. زين أش أسوي؟ أطعيه بلكي غادة ينفتح الطريق ودايد أسافة. أطعيهم 1062 دينار. فكرت أكتب عريضة للوزير وأطلب تسقيط المبلغ، يقسطونه لهذا المبلغ ويقطعونه من الراتب مالي، كل شهر يقطعون ثلث الراتب. زين بقى كتبت عريضة ورحت مني دخل السمحة اليهودية على الوزير. زين رجعت صار ترتيب بالتليفون، اعطاني موعد ورحت. ليه أشلون صار الترتيب وبالتليفون وبالهاي؟ الوزير أحمد عبد الستار الجواري كان زميلي بدار المعلمين العالية 4 سنين. إنزين رحتوا بالموعد بالمدخل من وزارة التربية، كان أكو كان المراجعين يقعدون بينه، ما شفتوا إلا جاوي حق يقول من يسمح. قلت له أنا، قال لي تفضلي. رحت وداني إلى غرفة الوزير، ما عرفت هو يبعثوا له، عادة أني كذا يصبون معه. رحت هذا انفتح الباب داوت وعيني، كان يقوم من الكرسي ماله، والله ما أنسى يعني لسه المنظر مرسوم عندي. قام من الكرسي ماله وجالي باب الغرفة وأخذني وقعدني. قلت له على القصة وما شفته ولا ساق عصبي وأخذ السماعة مال التليفون، ما عرفوا يا من يحدث. قال له هاي انتو سويتوا، هاي السمحة زميلتنا من سنين. وأخذ للعريضة وكتب يقسط المبلغ المطلوب. بقى الوزير بذاك الوقت حرب الكفور وضد اليهود وقد انقطعت السفر عن اليهود، يجي الوزير يخابر على سمحة اليهودي. قاموا هم يحترموني. هاي سنة هاي 75؟ لا 73 73 74 العريضة عندي بالضبط التاريخة. زين بقى وسووا مثل ما قلتوا العريضة بعد لأخابر هي على مشي العريضة أش قد يطول، ما هوني خابر والوزير وأش قيمته للوزير بالعراق. وساغت على الأصول قبضتوا. قبضتوا أقبضته إلى حد ما جيته. أوكي.
هذا بقى أنا ما مفتح الطريق يطعون تشيك براتب طبعا نروح نخبرون البنك ما الأخير لأن قبل الأخير كان أقول أنا أخذ التصوير ملابة تشيك ما أعرف إيش يصير للراتب الأخير الذي وفعلا آخر راتب طعنيانو ناقدي ما طعون تشيك يعني أنا فكرت قبل ما سافر بشهر أخذت له هذا تصوير لتشيك زين جيتوا لوني بقى وصلت بإسرائيل 9/8/76 زين أخذوني ودوني بمعون عليم بلد معون عليم جيمل أكاديمي لود اسمه ايش يعني بالعربي زين بنفس المعون كان دورات لتعليم اللغة العبرية سجلته الفاني يسمونه سجلته وطبعا بقسم آلف لأن ما كنت أعرف عبراني بخ الشهادات ملاي كل الدراسة عندي موجودة أنا قد عاين بالورقة التواريخ 76 وانتهى 31 يناير 77 هذا أول وعقبه سجلت وهم بألفان مسائي بقسم بيت وهذا الثيني انتهى 14/6/77 وبعدين اشتركت بدورة يسموها لها سبامك صعيت خط غير المهنة مالي يعني خما جيتوا صغيري وهون قد أسهم علمي سجلت بدورة هاي الدورة سنة لها سبامك صعيت لا أرخيون أوت أش تسمه أش أرخيون هو إبكان الذي بينه مخطوطات قديمة أوكي. أي هذا سنة المدير مال هذا الأرخيون كنا تقريبا 20 باقي الدورة وكلهم روس كلهم روس بس أنا بيناتهم عراقي اختار قبل ما تنتهي الدورة يعني بشهرين قال لي لني وواحد من الروس أنت مظلون هوني تشتغلون بالأرخيون مالي وكلهم قاموا يقولون إيه سمحة وصوفيا من الساعة عندهم شغل هذول ويانا اشتغلت بأرخيونها عبوداها هذا ملهي استدروت هوني موجود بهذا الأرخيون من تأسسة الاستدروت إلى قيام الدولة تأسيس الاستدروت هو كان سنة 1920 فهاي المسمخين الموجودة بينه من قيام من تأسيس الاستدروت الوظيفة كانت هاي الفايلات نقاها ونسجل مختصر اش موجود بيها لأن إذا أحد يريد يسوي محكار خو ما يقانون الفايل كله ويقع هاي الكارتيس قد نكتبه ويطلبوا للفايل الموجودة بينه هاي المواضيع اشتغلت 6 سنين
من بعدين المناهل تغير، جاء هذا ميشيل الذي كان كلش مشهور رئيس الهسادروت، كان يقول يريد يجيب شباب يشتغلون. هو ما افتهم الشباب ما يسمخون يقعدون يقون فايلات عتيقي ويكتبون المختصر ماله. نحن كنا تقريبا 13 وكلتنا كبار، قام فصلنا كلتنا، قسم من أغلبهم سووا واسطة ورجعوا. من الجدير بالذكر أن مدرسة فرانك عيني كانت أول مدرسة مختلطة في العراق، تضم طلابا وطالبات من مختلف الأجيال. هاي نقطة، أول مدرسة مختلطة بالعراق، لأنهم كانوا يفصلون الأولاد عن لبنان. الامتحانات اللي كانوا يأدوها الطلاب قبل كل شيء، الامتحانات الوزارية كانت 3 امتحانات، امتحان الشهادة الابتدائية هذا بالسادس، والينجح يروح للمتوسطة، وامتحان المتوسطة بنهاية الصف الثالث متوسط، هاي تأهل الطالب خط يروح للثانوية، ومن بعدين امتحان التخرج من الدراسة الإعدادية. يعني هاي طلابنا كانوا يأدوها، وقسم منهم طالعوا أوائل على العراق، من جملتهم كيتي جراح طلعت أولى على العراق بالثانوية. إيه؟ بالإضافة إلى المناهج الحكومية التي تقررها وزارة المعارف، كانت هناك مناهج خاصة تدرس في مدارسنا، واشترك في امتحاناتها أغلب طلابنا وطالباتنا واجتازوها بنجاح. وهذه الامتحانات هي امتحان سيرتيفيكا ديتود بروميير، وامتحان بروفي إليمونتير، وامتحان كامبريدج لوور سيرتيفيكيت وجي سي اي وسات اند اتشيفمنت تيست. هذا السات اند اتشيفمنت تيست جديد باخر سنوات، هذا يأهل الطلاب يدخلون بجامعات امريكا. اوكي، جي سي اي بلندن، وهذا سات اند اتشيفمنت تيست بامريكا. ما بين كلامك انا اخذت بروفي ليتيرير، اي يعني بابا سلام تاعك، اي ليتيرير فور بس هاي الغاحوا بأمريكا ودخلوا بجامعات، يعني كلهم بامتياز، من جملتهم خيبتوا هذا فريد، هذا هوني بالمستشفى فريد توفيق، اي فريد توفيق كل الشاطر، وطلع اسمه نيكي بالهاي البوليتين. اوكي بدنا نحكي على الطلاب هسه. ها الطلاب كان لجان بالمدرسة، هوني سجلتوها لأن ما أخذها عيدة شفهي اللجان، لأن كثيرين كانت اللجان المدرسية من الطلبة، لجنة النشر المدرسية باللغة العربية، ولجنة الخطابة والتمثيل، ولجنة النشر المدرسية باللغة الإنجليزية. إيه أنت اشتغلت؟ اشتغلت بها بالآخر صف. إيه ولجنة النشر المدرسية باللغة الفرنسية، لجنة التشريفات والاستقبال. هاي تسوي؟ هاي بالحفلات. هاي تمام. إيه
لجنة المكتبة التي كانت تحتوي على 4650 كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. إيش عملنا هاي تعول هاي المدرسة النظامية اللي تحولت إيه اللي تحولت تعوليا. بس الثاني عندي نقطة أحكيها على هاي قضية المكتبة. لجنة تعاطد الطلاب هاي تذكر لجنة مراقبة نظافة الصفوف وتجميلها، لجنة لعبة كرة المنضدة داخل المدرسة، أي لجنة مراقبة الدراجات الهوائية، لجنة الرياضة البدنية في الملعب، لجنة مراقبة الطلاب الأطفال في الفرص بين الدروس، لجنة المراقبة من الطلاب المشتركين في سيارات نقل الطلاب، لجنة السفرات. أي كان كنا نسافر وعندي تصاوير مع إحدى التيولين السفرات. زين وكان مسابقات بالمدرسة، مسابقة كتابة قصة قصيرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ومسابقة الرسم، ومسابقة الخط. كان يطعون جوائز جوائز بيها. أوكي. لأنه دائما بالتصاوير أكو ولاد كثير من نفس الصفقة، أقلهم كلهم كانوا يطلعون أول. إيه. قبين هيك الجوائز طبعاً. لا. هسا أسمع هاي الأوسمة اللي كانت توزع الجوائز كتابات كتب أو أوسمة. الأوسمة طبعا هاي بكل نهاية سنة دراسية تتسوي حفلة بحديقة المدرسة وعلى المسرح من المدرسة. كان المسرح من الحديقة من كنت؟ أول الشغل كان بالداخل ما كان؟ اي كان ساعة عنا اثنين، واحد بالداخل بالقاعة من الاجتماع وواحد بالحديقة. بالحديقة ويا عبد الكريم. عبد الكريم جاء؟ لا ما جاء. جو من وزارة المعارف بس ما جاء عبد الكريم. بقى هاي الحفلة تتسوى تكريما للطلاب الممتازين وتوزع عليهم الأوسمة. وسام التفوق، وسام الامتياز، وسام الشرف، وسام الأولية، وسام التشجيع، وسام الاستحسان، وسام الأمثلية. هاي قلت بهاي الفترة من بين 62 لقول 71 هذا المدرسة. حكينا على هاي شلون دغتما، يعني كانت حياة شوية صعوبة. هالبيت كان كلش صعيبي. أغلب الطلاب بهاتم الطالي ما عندهم شغل. قمنا فكرنا قيمات للمساعدة، يعني ما تشغل حكي. وعندي هذا باقي القوائم أسماء الطلاب اللي كانوا بهاتم عاطلين عن العمل. أكو أمه الدهود مصفي رينا. رينا مصفي. هي وأكو أم أنيس هذا بأمريكا.
أنيس شعشوق. شو أسوأ؟ وياي أهمي قاموا يعني يجربون يروحون عند الذي قدرون يساعدون يجيبون فلوس وهي همي نفسهم أزيادة هي مصفي رينا مصفي كانوا يروحون يشطون مسواق مثلا فقدة من شاي شكر زيت دهن يعني هاي لطل بالبيت مدة وبنفس الوقت يخلون بظرف فد مقدار من الفلوس ويودوا للبيوت بوقت الذي الطلاب نفسهم هم بالمدرسة خطأ لي عنون قيجي الأهل هيك شيء وهاي يعني حاولنا بقدر الإمكان نساعد كان يجون بالمدرسة من الحكومة من الأمن جو عدة مرات جو هذا صحف فيين أجانب كنا نكتب أوراق عن وضعنا يعني أشون يعني طلعوهم من الوظائف فلوس ما لما يقدرون يستعملوا بس 100 دينار يسحبون كل شهر تشيكات مليهود ما تمشي ما يصير أحد يشترك بعمل ويا يهودي نكتب كنا بأوراق من جملة الكتب أوراق هو سمرة دكتور سمرة إيش اسمه؟ إحسان. لا ما طلاب دكتور. إحسان. إحسان سمرة قسم منا بقى إيش كنا نلبس مخصوص أغدانات طوال خطأ تتعبهون الورقة. وإذا نشوف خطلة نطعية من جملتها سعاد سعاد ربيع إيه زوجة ربيع لا زحمة ست سمحة ما يخالف تغدين شوية إيدي هاي من أوضاع هاي كنت تكتبون أوراق تيلي إيه كنا نكتب أوراق نوصل بيها حالتنا ومن يجون هذول المراسلين الأجانب ننتهز فرصة ونطعيهم من هذه الأوراق من جملتها هي هاي سؤال من جملتها هي هاي طعتها الواحد منهم غاح هويها من خطل وخباها ما في شيء. استاذ حاخ عن زيادة سوى جاء فدنهاغ هم جو صحيفة جو من الأمن فدنهاغ بقيجون من الأمن ويا المراسلين ما يجون بحدهم دخلوا على صف ثالث ابتدائي قيحكون وحكوا ويا طالبة قيسلوها سؤالات المراسلين قامت تبكي هاي الطالبة أسوت أم أنيس قالت لهم قد تعرفون ليش قد تبكي خمل الجوقة ياخذوها يعني ايش نوع واحدي فدنهاغ قبل هذا الدوام بالمدرسة جو 2 مراسلين من جريدة غاردن جو 2 كنت أنا بحدي بالمسرح بالإدارة بدوا قسألوني أسئلة أنا كلش تأثرت كان الأمن وياه إيه وياي
أنا كلش تثرت وقمت أبكي. من راحوا لندن كتبوا هيك وضعيتهم للعراقيين. بخا دكتور حسان سمرة وصاها لمغاته قال إذا جون يسألوكي أول شيء أني أغتبكي. من كنت بالأليانس غاروا على المدرسة وأنا كنت لسه أتذكر بقى هيك موقف ما ينسي. وقفي كنت بصف ثالث وقفي قادة عيدر غاروا على المدرسة وطبعا البنات كلهم قاموا يخافون. يعني ما أنسى طالبة قالت لها للأخ الصوبة قالت لها أحسن شيء نظل بالصف ونموت سوا. هاي ما أنسى هالجملة. اتصور أنا لازم أحافظ عليهم وأسمع هذولي الشباب الصغار الشابات يقولون هي واحد منهم تقول نظل بالصف ونموت سوا. بالنتيجة ما قدروا يدخلون للمدرسة لأن الحجي كان من المدرسة كان أفغاني ورجع. من هذولي من الشارع. صدق ب 48 شلون كانت الحالة؟ لأن بعدك ما كان فرانك إيني، وين كنت تدرسين؟ رغم ساعة الحرب والاستقلال من إسرائيل. بقعدني بهذا ب 48. وين؟ بقعدني بلوراخ دوري. زين بين هاي بين التسقيط شلون كانت الحالة بالمدارس؟ الحالة كلش الطلاب ما كانوا صوب درس لأن كلتهم قيردون يسافرون أهلهم متحفظين للسفر. يعني ما كانوا صوب درس. يعني الصفوف أول ما رحتوا لفرانك عيني بالواحد وخمسين الصفوف كلهم الطلاب حتى دوغا كان مدرس انجليزي غادوا يقتلونه. يعني هيك كانت الحكايه. يعني قد قول على الشده ما الوضع هو كان يطلع. اشهر كان الطلاب بدير هالكلام يعني وكح لا من وكح دقل لك ماكو واحد الذي كان يطلع من الوجه ماكو. يعني وكاحة ما الولاد بهذا السن عادي. ثانيا لا تنسى مدرسة مختلطة مسار حوادث هاي نقطة مهمة.